ايه رأيك في ده؟ حلو. اسمعي، انا عندي فكره. ايه رايك نعمل فرحنا الصبح على البحر؟ كيف الخواجات؟ ونرقص انا وانت فالس، عارفاها؟ الله، فكره جنان. ايه في ايه؟ مالك بتبص لي كده ليه؟ لا مفيش، بس تخيلتك وانت لابسه الابيض. اسمعي ليلى، انا مش هسيبك. انا صحيح يعني اول حاجه كنت خايف وقلقان من امك وكل اللي حصل، بس بوعدك هتكون يا سعد انسانه بالدنيا دي كلها. ده وعد. وانا مصدقاك. اقعدي نشوف انه انت دي. تعالي. ده حلو. ده انا هعمل لك فرح تتكلم بيه الدنيا كلها. انت عارفه انا نفسي في ايه؟ نفسي اعمل فرح زي الاجانب الصبح على البحر، خضره، فاهم؟ يا اشرف بص لي كده ليه؟ اتخيلك وانت لابسه الابيض ونرقص زي الخواجات. كده فارمس. فارمس إيه؟ ايه؟ اسمه فالس. ايه ده؟ اسمه ايه؟ فالس. فالس. مالك يا اشرف؟ خايف بكره تدخلي الجامعه وتشوفي العالم الجديد والناس. دكتوره قد الدنيا وانا شايفاني ايه؟ بس مش هزعل، والمصحف ما هزعل. لو سبتيني مش هزعل، عشان انا بحب لك الخير. لو كنتي معايا او من غيري بحب لك الخير. انا عايزك تكوني احسن الناس. بحبك قوي. اسمعي ايه؟ فالس. ما فيش حاجة.